تجددت الاشتباكات صباح هذا اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة المصرية القاهرة في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت خلال مباراة كرة القدم في مدينة بورسعيد والتي ذهب ضحيتها أكثر من 70 شخصاً. ورشق المتظاهرون قوات الأمن المصرية بالحجارة وزجاجات الحارقة والتي ردت بدورها بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع الغاضبة. العصيان المدني في حالة ما المجلس العسكري يتعنت، إنما المجلس العسكري طالما جدول الفترة اللي هو ماسك فيها الحكم وطالما ان هو بينفذ وبيلبي طلبات الشعب، بقى في مجلس شعب منتخب دلوقتي ليه شرعية. في الوقت الذي أعلن فيه مصدر قضائي مصري حالة حوالي 40 شخصا هم مصريون وأجانب إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل غير مشروع لجمعيات أهلية مصرية.